ازيكم تلاميذي الاعزاء، عاملين ايه؟ معاكم اسلام ماهر، مدرس اللغه الانجليزيه سنه رابعه ابتدائي من مدارس المنتزه الخاصه، والنهارده هنحل امتحان وهنتمرن على حل امتحان، واتمنى ان انتم تستفادوا النهارده معايا. تلاميذي الاعزاء، دلوقتي بقى هنحل امتحان، وعندنا سؤال مهم جدا وعايزين نحله. السؤال ده حاطط لك صوره، تمام؟ السؤال ده عباره عن ايه؟ بيحط لك صوره، تمام، ويحط لك ايه؟ اربع جمل، وكل جملة تطابق الجملة بالصورة. الصورة دي يعني الجملة ديت صح ولا غلط، ترو ولا فولس، هتحط يا اما ترو يا اما فولس، تمام. طيب يلا بقى نشوف. اول حاجة بيقول لك ايه؟ I can see two girls، انا استطيع اشوف بنتين. طب بص بقى في الصورة كويس، لا ده انا عندي بنت واحدة، يبقى ايه؟ تبقى غلط، هروح عند الفولس وحط ايه؟ اف، تمام. وفي اخر الفيديو ما تقلقوش هحط ايه؟ احط لكم كل الاجابات مكتوبة، تمام. دلوقتي بس جاوبوا معايا، اول حاجة نمبر 1 هتبقى فولس، تمام. The boy wants a cat، الولد عايز قطة. طب تعالوا بقى نقرب من الصورة كده، قرب قرب. لا دي مش قطة، ده كلب، ده دوج. تبقى فولس، تبقى غلط، تمام. طب نمبر 3، she wants a turtle، she عايدة على البنت، البنت عايزة سلحفة. هي بتشاور على السلحفة، تبقى ترو، ايوه كده صح، ترو، تروح على ترو كده وتحط اي سي، تمام. نمبر 4، he wants a dog، هو عايز كلب. ده عايز كلب اهو، ده جنبه الكلب، ايوه جاي حاطط ترو، تمام، برافو. طيب تعالوا بقى على السيركل، السؤال ده بتعمل ايه؟ بتحط دايرة على الكلمة الغريبة، تمام؟ عندك ثلاث كلمات متشابهة وعندك كلمة مختلفة عنهم، فهتحط دايرة على الايه؟ على الكلمة الغريبة. طب يلا أول حاجة عندي ايه؟ عندي نمبر 1، عندي سكول، وعندي نورث، وعندي فيت، وعندي تيتشر. سكول يعني مدرسة، نورث اللي هي يعني ايه؟ ممرضة، فيت اللي هو ايه؟ طبيب بيطري، تيتشر اللي هو مدرس. طيب احط دايرة على ايه؟ ايوه كده برافو، على سكول، عشان سكول ده اسم مكان، انما التلاتة اللي جنب بعض دولت اسماء ايه؟ وظايف. طيب نمبر 2، عندي اكس اللي هو البيت، عندي نيز، خلي بالك الكي سايلنت، نيز اللي هي ايه؟ ركب، فيت اقدام، فينجرز اللي هي ايه؟ الاصابع. طيب نختار ايه؟ ايوه كده برافو، نختار اكس اللي هي ايه؟ اول واحده، علشان ايه؟ علشان اكس دي عباره عن يعني بيض، تمام، انما التانيين دولت يعني حاجات اعضاء في الجسم. اول حاجه بيض بيتاكل، لكن الباقيين اعضاء في الجسم، فانا هحط على ايه؟ على اول واحده اكس، احط عليها سيركل دايره. نمبر 3، باص، تمام، وعندي ايه؟ بلو ازرق، ويلو اصفر، وبراون بني. يبقى اعمل ايه؟ احط على اول واحده عشان التلاته التانيين ايه؟ كلهم ايه؟ الوان، تمام، برافو. نمبر 4، عندي كاندي، بوب كورن، وكيك، وسينج. اول تلاته حاجات بتتاكل، تمام، انما سينج ده فيرب، فعل يعني يغني، يبقى احط دايره على ايه؟ على سينج، تمام. يلا بقى على تشوز الاختيارات، عندي اول حاجه this is my book، اتس ايه؟ بيقول لك ماي بوك، كتابي، ماي بوك تبقى ايه؟ تبقى اتس، ايوه اتس ماين، عشان ماين دي حاجه ملكي انا، بتاعتي انا، اتس ماين، تمام، برافو. كمل بقى بقيه اللي تشوز. عندي نمبر 2 بيقول لي ايه؟ ليتس نقط فيديوز، تمام. بصوا بقى، بعد ليتس تحط على طول الفعل في المصدر. يعني ايه فعل في المصدر؟ يعني الفعل من غير اي اضافات، ولا في اس ولا اي ان جي ولا اي دي ولا اي حاجه، تمام. بتبقى نختار ايه؟ ايوه كده برافو، اول واحده ليتس ووتش فيديوز، اول واحده نمبر ايه؟ ووتش، تمام. نمبر 3، نقط جلاسز ار زوس، نقط جلاسز ار زوس، تبقى ايه؟ نختار ايه؟ وات جلاسز، لا غلط. طب تعالوا نشوف هوز ملك من، هوز جلاسز ار زوس، ايوه كده هوز يعني ملك من، صح كده. وبعدين بتيجي وراها ايه؟ اسم الحاجة اللي بنسأل على صاحبها، وبعدين بنكمل الجملة، ايوه كده. يبقى نختار ايه؟ هوز، عشان هوز ملك من، بعدين وراها ايه؟ جلاسز، حاجة بنسأل عن صاحبها، وتكملة الجملة.
تمام، تبقى كده لايقة على ايه؟ على الجملة، على السؤال، الجملة الاستفهامية يعني. طيب نمبر 4، he watches videos not night، بيجي قبل نايت ايه يا شاطرين؟ بيجي قبل نايت ات. ايوه كده، برافو. تمام، خلي بالك، قبل مورنينج، in the morning، in the afternoon، in the evening، تمام، لكن نايت بيجي قبلها ايه؟ بيجي قبلها ات، خلي بالك اوعى تتلخبط. طيب look and answer، تمام، عندي صور وايه وهجاوب عليها. تمام، عندي نمبر 1، بنت و يعني بتجري من السحلية ومكتوب عليها غلط، وتحت بيقول لي ايه، does she like lizard، هل هي بتحب السحلية؟ طب بص بقى، اما تلاقي does في اول السؤال تبقى الاجابة، تبقى السؤال بايه، بهل. does لما بتبقى في اول السؤال يبقى السؤال بهل، والاجابة بتكون ايه، باما yes اما no. طب انا حاطط غلط، وهي بتجري من السحلية اكيد يعني هي مش بتحب السحلية، فهتقول ايه، هتقول نو، وبعدين تحط كومة ما تنساش، وبعدين تعمل ايه، تعمل مقص، تعمل ايه، تعمل مقص. طيب هتقول نو كومة، وبعدين تحط شي، وبعدين دز، وبعدين تحط ايه، نوت. اه عملت مقص، نزلت شي، وبعدين دز، وبعدين في الاخر حطيت نوت. طب حطيت نوت ليه؟ عشان نوت صاحبة الايه، صاحبة النو، وفي الاخر بحط فول ستوب نقطة. وبعد ما اخلص الامتحان يعني هصلى على الشاشة، حل كل الأسئلة اللي احنا حليناها مكتوبة. تمام، طيب نمبر 2، is he a doctor، هل هو طبيب؟ بص برضو، اما تكون في إذا ما بتيجي في الأول تبقى بمعنى هل، والإجابة تكون بإيه، يا إما ياس يا إما نو. طيب اه هو باين ان هو طبيب اهو، حاطط سماعة وبلطة اهو، فحط ياس، وبعدين احط الكومة ما تنساش الكومة. تمام، وبعدين بتعمل ايه، بتعمل مقص، نزل هي، وبعدين اس، وبعدين تحط نقطة. تمام، طب عندي نمبر 3 وعندي نمبر 4 اهم قدامكم اهم، دول عايزكم تعملوهم هوم ورك، تعملوهم واجب. تمام ماشي، وبعد كده هنبقى نحلهم مع بعض. يلا بقى بانكتويشن برضو عايزكم ايه، تحلوه هوم ورك. ماشي، طيب تلاميذي الاعزاء، تعالى بقى نشوف الاجابات. كان سؤال ترو اور فولس، كانت اول واحده فولس اف، وبعدين تاني واحده برضو كانت اف، بعدين التالت واحده كانت ترو، والرابعه برضو كانت ترو. تمام، سيركل كانت اول واحده كانت سكول، بعدين كانت تاني واحده اكس، بعدين باس، تالت واحده، رابع واحده كانت سينج. تمام، اللي تشوز الاختيارات، اول واحده كانت ماين، تمام، تاني واحده كانت ووتش، تمام، وبعدين التالته كانت هوز، بعدين الرابعه كانت ات. طيب لوك اند انسر، اول واحده كانت نو she doesn't، او no she does not. تمام، وبعدين في الاخر بحط نقطة طبعا، وخلي بالك من البانكتويشن حاجات، ان انا احط اول حرف يبقى كابيتال، في الاخر فول ستوب، والكومة والحاجات ديت مهمة جدا. بعدين نمبر 2 كانت yes، وبعدين حطنا كومة، وبعدين he is. تمام، شكرا لكم تلاميذي الاعزاء على استماعكم، وإن شاء الله نتقابل في فيديو قادم.